سلامتك من الخضه يا روح قلبي. انا بقى عايزه افهم حاجه، انت ايه اللي طلعك من الاوضه وانت عرقان كده؟ ما استحملتش، وحشتيني. انت كمان وحشتني، بس انا قلت اجي اقطع لك طبق الفاكهه ده علشان تتغذى. اتغذى؟ انا بتغذى بحلاوتك اطعم بكتير. لا يا لسانك الحلو اللي موديني في داهيه ده. بقول لك ايه، وانا بخف اطلع شويه ليه حتى معدي من نسوانك كده ولا كده ينشن عين، واحنا مش ناقصين دول نسوانك دول تدبف عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح. علاوتك يا حبيب. يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكني. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. فواز استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا أم؟ سامعين. لا السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي شفتي ايه؟ الهانم الجديدة حطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغة ويا ضحك راح يا ستي لفاها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما تلمتيش. خص عليك يا حاج، خص عليك. تاني تاني ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري يامه، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشة وصغيرة كده وموظوظة والرجالة بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي على النوع ده، بيريلوا على النوع ده. ولو أي واحدة فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. أمال أنت عايزانا نعمل إيه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع؟ ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شوية خليني أعرف أفكر. الله عليك يا بنتي، بتقولي كلام غريب أوي يا أنهار. ما تقطعي حبل أفكارك. خلاص يا أختي، خلاص خلاص يا أختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وإن شاء الله إن شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخة ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا أختي وفين الخلاص اللي أنت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي، واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل؟ هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي. وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. لا 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 ل